متخيل انا الماتش ده انتهى تعادل او انتهى خساره، كنت هلاقي رضا عبد العال طالع ينتقد عمر مرموش ويقول لك ازاي كارلوس كروش يبدا بلاعب بيلعب في شتوتجارت واخد افضل لاعب شاب في الدوري الالماني الشهر ده يلعب على الاسطوره الحيه رمضان صبحي؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده يا كروش؟ اللي انت بتعمله ده غلط يا كروش. الكلام ده كانوا هيقولوه لما بعد الدقيقه 45، انما اول ما الشوط التاني بدا الكلام اتغير خالص. عزيزي الكره المصريه عندنا هنا فيها حاجات مضحكه جدا، يعني مثلا كل فرقة أو كل منتخب في العالم المشجعين بتوعه بيبقى مستنيين الماتش بحذر وبتوتر وخوف من الخسارة وحماس إن هم هيتفرجوا على منتخب بلدهم، إلا إحنا عندنا هنا في مصر الحمد لله، إحنا بنبقى ماسكين الورقة والقلم هيبدأ بمين؟ طب ده قاعد دكة ليه؟ طب في كام لعيب أهلي وكام لعيب زمالك جوه الملعب؟ طب ده مش موجود ليه؟ طب إن شاء الله هنخسر علشان خاطر كارلوس كروش ده يبان إن هو مغفل ومالوش في الكورة واستبعاده القفشة، ومحمد شريف قرار يصدر على المدير الفني غبي ويبقوا قاعدين طول الماتش بيدعوا ان المنتخب يخسر والمنتخب يلبس علشان خاطر هم كانوا صح في ان محمد شريف وقفشه يكونوا موجودين جوه الملعب، وناس تانية اول ما سمعت التشكيل قالت لك فين طارق حامد؟ نني مين اللي انت بتلعب بديفندر هو وعمرو السوليه وعبد الله السعيد وبتلعب 4 3 3 ايه؟ وعمر مرموش اللي بيلعب على رمضان صبحي ده وروح الشهيد رضا عبد العال ومصطفى محمد ازاي؟ يعني جمهور الزمالك قفش من مصطفى محمد وقفش من طارق حامد ولقى ان هو عنده مشكله كبيره جدا، ازاي طارق دكه ومصطفى موجود جوه الملعب؟ والناحية التانية محمد صلاح الناس كلها قاعدة تقول يا رب ما حد يجيب فيهم اجوان غير محمد صلاح، ده اللي احنا راضيين عليه. ابو الفتوح بيقدم اداء كويس هجوميا بس دفاعيا كان هيلبسنا في الشوط الاول، الكرة الوحيدة اللي راحت لمحمد زعبية هو اسمه محمد زعبية المهاجم بتاع المنتخب الليبي كان هيقدر يسجلها، وسبحان الله المنتخب الليبي ما كانش ظاهر الشوط الاول، المنتخب الليبي كان عندهم قرار واضح ان احنا هننزل نلعب جيم دفاعي نحاول نسرق على في الهجمات المرتده ونسجل هدف، وده اللي كان بيعتمد عليه السيد خفير كلومونتي، كان بيعتمد ان هو يطلع بنقطه ومعانا النقطه ومش محتاجين اي حاجه ثانيه هنا في مصر، احنا نروح بسبع نقاط في ليبيا والماتش الثاني نكون مطالب فينا ان احنا نكسب، ومصر بقى ترجع تشوف المشاكل بتاعتهم ومين هيلعب ومين مش هيلعب ومين يقعد دكه ومين ما يقعدش دكه. فاحنا عندنا في مصر هنا الصراع مش المنتخب خسر ولا المنتخب كسب، الصراع ان المنتخب بدا بمين النهارده ومين موجودين في القايمه، تحس ان الموضوع مفيش مشجعين لمنتخب مصر خالص، كل الناس اللي جايه تشجع منتخب مصر دول خونه. طب يا جماعه عبد الله السعيد بطيء؟ طبعا عبد الله السعيد بطيء، طبعا عبد الله السعيد قدم النهارده ماتش سيء وماتش رديء جدا، بس برغم كده منتخب مصر كان قادر ان هو يسجل الشوط الاول، برغم كده منتخب مصر كان مرشح ان هو يسجل في الهدف الاول، اخطر كره في الشوط الاول هي الكره بتاعت محمد زعبيه، بس زي ما قلت لك هي كانت غلطه من ابو الفتوح اللي لعب الهوا بدل ما يلعب الكره بدماغه، كالعاده تختار ابو الفتوح الدفاعيه العكسيه بتكون كارثيه، الكره جت في العارضه، الناس تقول لك يا اخي انت بالكروس اللي عمله صلاح ده لو كان موجود فيه شريف او موجود فيه قفشه كان سجله، انما عبد الله ومصطفى محمد بتضيع، دي رساله مرد من ربنا علشان خاطر تيجي رساله حقيقيه من ربنا ويسجل عمر مرموش اول كوره في الشوط الثاني، علشان خاطر الناس اللي كانت بتتكلم في الاستوديو التحليلي على جديه تغيير رمضان صبحي يتبطوا شويه، وعمر مرموش اللي كان مقدم اداء جيد في الشوط الاول علشان خاطر هو ايجابي وبيخش جوه في العمق اكتر وبيحاول ان هو يلعب على المرمى اكتر ما يلم على الخط او اكتر ان هو يعدي واحد على واحد، الحاجه اللي رمضان صبحي مقتنع ان عالم كره القدم بيدور حواليها، يبقى لعيب كويس ويقدم شوط تاني مميز جدا وشوط تاني جميل جدا دفاعيا وهجوميا، في حين ان محمد صلاح الناحيه الثانيه كان بيواجه مشاكل كتير، وفي حين ان محمد صلاح كان يلعب صنع العاب لزمايله اكتر ما كان بيحاول ان هو يكون تارجت وبيحاول ان هو يسجل على المرمى عشان خاطر نشوف الشهيد كليمونتي، قال لك بس واضح ان هي 1-100 1-3 ويلا محتاجين نغير، حمدي دهوني ينزل وخلاص كل اللي احنا كنا خايفين منه في الحالات الدفاعيه خلاص احنا دلوقتي 1-2-3 كل اللي موجودين عنده على الدكه عندهم ادوار هجوميه، راح منزلهم ويلا يا جماعه عايزين نروح نهاجم على المنتخب المصري، وقتها كارلوس كروش قال لك طارق هات عبد الله السعيد، عبد الله مش قادر يمشي، روح هات عبد الله السعيد، عبد الله السعيد محتاج حد يجره لحد هنا، وفعلا جبنا عبد الله السعيد وقفلنا الملعب بقى النني وطارق وقدامهم عمرو السوليه، عمرو السوليه وطارق والنني قدموا اداء كويس جدا، المنتخب المصري كان قادر ان هو يعمل جيم دفاعي في الوقت اللي طلب منه يعمل جيم دفاعي، المنتخب المصري كان خطير لما المنتخب الليبي قرر ان هو يطلع قدام علشان خاطر يحاول ان هو يرجع في النتيجه، المنتخب المصري بيقرر ان هو يعمل تغييرات السيد كارلوس كروش، عايزين المدار اهو هينزل مكان عمر مرموش اهو، ورينا بقى يا اسطوره انت هتعمل ايه؟ نازل برضه بيلم على الخط، خليه يلم على الخط زي ما هو عايز. بعد كده بيطلع عمرو السوليه وبعد كده بيطلع اكرم توفيق في اللحظات الاخيره بيقرر ان هو محتاجين بقى ان احنا ندي مكافئات مشاركه كده لعيب زي احمد حسن كوكا جنة من البرتغال هنا او مش عارف بيلعب في اليونان دلوقتي ولا بيلعب فين، راح منزل احمد حسن كوكا ومنزل كمان
ونزل لحمدي فتحي ونزل احمد فتحي وخرج اكرم توفيق علشان خاطر الخمس تغييرات هبقى عملتهم، والمكافئات تكون موجوده للعيبه. والف الف مبروك على اول 3 نقاط، وعذرا لكل اللي كان جاي بيسخر من المنتخب المصري وكان بيتمنى المنتخب المصري الخساره. مع الاسف الشديد الناس اللي كانت جايه دي هي ناس مصريه، بس الحمد لله ربنا اراد وان احنا كسبنا المنتخب الليبي. وعذرا لمشجعي المنتخب الليبي، انت منتخب جيد جدا، منتخب كان بيحاول ان هو يقدم مباراه دفاعيه كويسه، وحتى لما حب هو يهاجم ما قدرش ان هو يخلق لحظات هجوميه. علشان خاطر الحمد لله رب العالمين نقدر ان احنا نكسب ونطلع كسبانين منتخب محترم زي المنتخب الليبي. هتوقع مباراه يوم الاثنين هتكون مباراه صعبه جدا قدام خصم هيقرر ان هو ينزل يعمل مباراه هجوميه. فربنا يستر عزيزي، وربنا ما يشمت فينا الناس بتوع قفشه والناس بتوع محمد شريف، مع اني اهلاوي جدا بس في ناس اهلاويه جدا 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 بتشجع المنتخب المصري ومش راضي على المهازل اللي بتتقال دلوقتي. وربنا يصبر الناس اللي بتتكلم على ان طارق يقعد دكه ومصطفى محمد يقعد دكه، وان شاء الله باذن الله ربنا ينصر منتخب مصر على انصار منتخب مصر او اللي بيحسبوا على منتخب مصر.